معانا على التليفون المهندسة منال إبراهيم، المشرف على منافذ وزارة الزراعة. أهلا بحضرتك يا باشمهندسة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين. وطبعا وزارة الزراعة منافذها ليها دور كبير، وأنا عارفة الكواليتي أو الجودة بتاعت المنافذ بتاعت وزارة الزراعة، أنا شخصيا اشتريت حاجات منها وحقيقة جودة عالية جدا. في ظل الأزمة اللي احنا عايشينها، أزمة الأسعار، هذه المنافذ هل في مجهود إضافي بتعملوه علشان تبقى فاعلة أكتر؟ احنا عندنا في الوقت الحالي معرض زهور الربيع في جنينة الأورمان، طبعا بنعرض فيه السلع، جميع السلع الغذائية اللي محتاجها البيت المصري، السلع الأساسية مثل السكر والرز والزيت أسعارها منخفضة يا فندم، وبما جانب السمنة والزيوت، وعندنا العسل النحل ومربات والجبن والبيض عندكم كمان والمجمدات، لحمة حلوة قوي يعني. وعندنا اللحوم والبط والسمان والحمام لحمة فريش، كله أسعار مخفضة بأمر من معالي وزير الزراعة، وإحنا كوزارة الزراعة بنساهم في رفع العبء عن كاهل المواطن. كواليتي المنتج عالي، بيتم تحت إشراف دكاترة مركز البحوث الزراعية، بحيث ان الناس كلها ولن تتاثر من وزاره الزراعه يا فندم بارتفاع الاسعار مثل جشع التجار والاسعار الاخرى. طيب، يعني مجهود جميل لحضراتكم تشكروا عليه. اشكرك شكرا جزيلا المهندسه منال ابراهيم من وزاره الزراعه، وبالتحديد المشرف على منافذ وزاره الزراعه.